أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، وبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يرعى اتفاقية لتنفيذ مشروع نظافة شوارع وأحياء مدينة المكلا. تدشين الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بمديريات محافظة حضرموت. انطلاق مباريات دوري المجلس الانتقالي لكرة القدم لأندية ساحل حضرموت. أهلا بكم. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سالمين البحسني وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية اللواء الركن سعيد علي العامري لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالأمن بالمحافظة. ونقل اللواء الركن العامري تحيات وزير الداخلية الأستاذ أحمد عبيد الميسري لمحافظ محافظة حضرموت وإشادته بكل ما تحقق في حضرموت من أمن وأمان واستقرار وتفعيل مختلف الأجهزة الشرطوية، مؤكدا بأن وزارة الداخلية ستقدم كل الدعم اللازم لمحافظة حضرموت ولأجهزتها الأمنية والشرطوية. كما تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني بوادي وصحراء حضرموت والآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات الأمنية وفرض الأمن ونشر الطمأنين في كافة المديريات. رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس سالمين البحسني اتفاقية لتنفيذ مشروع النقد مقابل العمل لنظافة شوارع وأحياء مدينة المكلا بين ائتلاف الخير الإغاثة والأعمال الإنسانية وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت وبتمويل منظمة الهجرة الدولية. وأشاد محافظ حضرموت بالمشروع الذي يأتي في سياق جهود السلطات المحلية بالمحافظة في إحداث نقلة نوعية في ملف النظافة والتحسين. وتعرف محافظ حضرموت إلى شرح عن تفصيل عمل مشروع النظافة الذي سيدشن نهاية الأسبوع وسيستمر لمدة 4 أشهر وسينفذ في مدينتي المكلا وتريمة، وسيشارك فيه 350 عامل. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها القيام بتنظيف الشوارع الرئيسية لمدينة المكلا من خلال القيام بأعمال كنس ورفع المخلفات المتراكمة والأنقاض ومهملات الهدم والقمامة وبقايا المواد الإنشائية والمياه الراكدة والطين في شوارع المكلا القديمة وباج عمان و40 شقة وشارع الهايبر وجول مسحة. التقى محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فارس سالمين البحسني اليوم بالمكلا أعضاء اللجنة الرئيسية لبطولة كأس حضرموت المكونة من فرعي اتحاد كرة القدم بساحل ووادي حضرموت وعضوية مكتبي الشباب والرياضة بالمحافظة. ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة مستمعا إلى نشاطها في الإعداد والتنظيم للنسخة 6 من البطولة التي حققت نجاحات كبيرة في لم شمل الشباب وشهدت مبارياتها حضورا جماهيريا كبيرا. وحيى محافظ حضرموت جهود أعضاء اللجنة وتفاعل الأندية والإدارات واللاعبين والفنيين والحكام، مؤكدا أن الجمهور الرياضي في وادي وساحل حضرموت كان عاملا أساسيا في إنجاح مباريات البطولة، مشير إلى أنه جرى نقل المباراة النهائية للساحل لأسباب واعتبارات تصب لمصلحة عليا. ووجه محافظ حضرموت وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومدير مكتب الشباب الوادي بمتابعة سرعة تجهيز تعشيب الأستاذ الأولمبي بسيئون وفق الزمن المحدد بالاتفاقية. وأعلنت اللجنة بأن يوم 8 مارس القادم موعدا لإقامة المباراة النهائية للنسخة 6 بين التضامن وسمعون على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا. أصدر مؤتمر حضرموت الجامع البيان الختامي عن أعمال الدورة الرابعة للهيئة العليا المنعقدة أمس بالمكلا بحضور محافظ حضرموت اللواء ركن فارس سالمين البحسني. وقال البيان أن الدورة الرابعة للهيئة العليا للمؤتمر أكدت على التمسك بمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وتطوير مختلف المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية واحترام استقلال السلطة القضائية والحفاظ على استقلالية النقابات والمنظمات الجماهيرية
والاهتمام بمؤسسات خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وكذا عدم التهاون مع كل ما يخل بأمن المجتمع، والتجديد بالمطالبة بافتتاح مطار الريان الدولي. وأقر البيان بالمصادقة على مقترح هيئة الرئاسة المقدم للهيئة العليا، منها تعيين طارق العكبري في هيئة رئاسة المؤتمر وأمينا عاما للمؤتمر الجامع. دشن وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بمديريات ساحل حضرموت. وأشاد الوكيل العمودي بالجهود التي بذلت من العاملين في القطاع الصحي والفرق الثابتة والمتحركة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع المنفذين للحملة والدفع بأبنائهم للتطعيم ضد مرض الحصبة. من جانبه أوضح الدكتور الجريري بأنه قد تم اعتماد غرفة عمليات مركزية على مستوى المحافظة بالإدارة العامة للصحة بالمكلا لتلقي ملاحظات وبلاغات المواطنين، لافتا إلى أهمية التفاعل مع الحملة وعدم الالتفات للشائعات الخاطئة التي يطلقها البعض دون علم ومعرفة، مؤكدا بأن لقاحات التحصين آمنة وليس لها أضرارا على صحة الطفل، وهي تخضع لرقابة منظمة الصحة العالمية من مرحلة إنتاجها حتى وصولها إلى الأطفال في أي بلد بالعالم. هذا وتستمر الحملة من 9 وحتى 14 من شهر فبراير الجاري في كافة المواقع الثابتة والمؤقتة بمديريات محافظة حضرموت. نحن ندشن اليوم حملة الحصبة والحصبة الألمانية في مدارس مدينة المكلا. كنا قد دشنا يوم أمس في المرافق الصحية واليوم ندشنا في المدارس. طبعا نحن نحث الأهالي جميعا على تطعيم أبنائهم، لأن تطعيم صحة وحياة للأطفال ويمنع الكثير من الأمراض الوبائية الفيروسية التي ليس لها علاجات، فالتطعيم هو المانع الأساسي لهؤلاء الأطفال من هذه الأمراض. وتطعيم له فترات طويلة من 80s القرن الماضي ونحن نطعم أطفالنا ومستمرين في التطعيم ولم تظهر عليها أي أثار، والتطعيم آمن آمن، ونتمنى من جميع الأهالي أنهم يذهبوا بأبنائهم إلى المرافق الصحية وأيضا يحثوا أبنائهم على التطعيم في المدارس. نتمنى التوفيق للجميع. تم تدشين في محافظة صباح هذا اليوم في محافظة حضرموت البرنامج الوطني لحملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية الذي سوف يكون خلال أسبوع كامل. باسم السلطة المحلية ندعو الآباء والأمهات إلى تحصين أولادهم والوقاية من هذا المرض المعدي الخطير بمباشرة والذهاب إلى المراكز الصحية وكذلك في المدارس. وفي الوادي والصحراء تواصلت اليوم في عموم مديرياتها لليوم الثاني على التوالي أنشطة الحملة الوطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية التي ينفذها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. وتستهدف الحملة التي تستمر لمدة 6 أيام 292,600، حيث سيتم تطعيمهم في مواقع التحصين الثابتة والمؤقتة وفي المدارس في عموم مديريات الوادي، ومن بيت إلى بيت مديريات الصحراء من قبل الفرق العاملة البالغ عددها 456 فريق بإشراف 120 مشرفا. ودعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت الأهالي بدفع أبنائهم للتطعيم في هذه الحملة للمساهمة للحد من انتشار المرض، شاكرا إدارة برنامج التحصين لاستكمال كافة التدريبات لإنجاح الحملة. نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت صباح اليوم حفلا خطابيا وتكريميا وفني بمناسبة اختتام برنامج الدورات التدريبية التخصصية بمراحلها الأربعة للمعلمين والمعلمات المتعاقدين في جميع المواد الدراسية بمدارس ومجمعات ورياض الأطفال بالمحافظة برعاية محافظ حضرموت. وفي الحفل أشار وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون أن البرنامج التدريبي اشتمل في مراحله الأربعة لتدريب وتأهيل المعلمين المتعاقدين، استهدف أكثر من 5,000 معلم ومعلمة متعاقدة على مستوى مديريات ساحل المحافظة،
كأول محافظة تنفذ هذا البرنامج على مستوى الوطن ولمدة 3 سنوات متتالية. وأكد الوكيل عبدون حرص قيادة المكتب خلال الفترات المقبلة على متابعة نتائج البرامج التدريبية ودورات متنوعة في الواقع التربوي والتعليمي. وتخلل الحفل فقرات متنوعة وقصائد شعرية ومشهد تمثيلي لمركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين، وعرض روبورتاج أضواء على الدورات التدريبية للمعلمين المتعاقدين. واقتتم الحفل بتكريم الإدارات المدرسية التي نفذت الدورات التدريبية. صرح مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الأولى بوادي وصحراء حضرموت بأن قوة عسكرية من المنطقة الأولى وقوات التحالف والأجهزة الأمنية بالوادي قامت بمداهمة 4 مستودعات بمديرية زمق ومنوق الصحراوية، تمكنت خلالها من العثور على ما يقارب 8 طن من الحشيش المنوع، إضافة إلى أفيون وحبوب مخدرة نوع كبتجون وترامدول، وكمية من الأسلحة المنوعة وقواعد الأسلحة المتوسطة، وذخيرة حية وكمية من الأوراق النقدية المزورة، إضافة إلى مجموعة الصواعق المتفجرة وأصابع ديناميت وعجينة متفجرة. وقال المصدر أنه قبض على 2 كانا بالموقع أثناء المداهمة وتجري التحقيقات معهما. وأشاد كذلك المصدر العسكري بجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مساندتها ودعمها اللوجستي والمعنوي للأجهزة العسكرية والأمنية. دشن نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب دكتور سالم العبثاني بمجمع كليات بفوة انطلاق انتخابات اتحاد طلبة الجامعة، والتي تجرى بإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. وفي حفل التدشين أكد الدكتور العبثاني أن التدشين هو اليوم التاريخي لتشكيل كيان طلابي جديد، داعيا الطلاب والطالبات إلى الدفع بالقيادات الطلابية لتحقيق مطالبهم، وكذلك القيام بأداء مهامهم ودورهم الريادي لخدمة الطلاب، مضيفا أن الجامعة تسعى للوصول بمخرجاتها الطلابية للمحافل العلمية الدولية. من جهته أشار رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت أحمد باجوبير أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى للمجالس الطلابية تشمل 13 كلية بالجامعة، مضيفا إلى أن الانتخابات تتميز بالتنافس الشريف بين الطلاب المرشحين للمجالس الطلابية بالكليات عبر صناديق الاقتراع. هذا وبدأت عملية الاقتراع السرية للانتخابات التي تشمل في اليوم الأول كليات الحاسبات وتقنية المعلومات والقانون والعلوم البيئية والأحياء البحرية والطب والعلوم الصحية والتمريض. ونتمنى أن يكون بداية واستمرارا للمزيد من النجاح والتقدم، سواء في تطوير الجامعة وتقدمها معا أو في من أجل وتطوير حضرموت، لأن أنتم اليوم الطلاب غدا ستكونوا قادة المجتمع، ومن خلاله من خلالكم سيتطور المجتمع في حضرموت، وإن شاء الله بإذن الله يتحقق المزيد من النجاحات، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. المرحلة الأولى بانتخابات الجمعية العمومية وأعضاء المجالس الطلابية على مستوى الكليات، نبارك لكل الفائزين والكل فائز في هذه الانتخابات، ونتمنى أن يقدموا شيئا أفضل لزملائهم ويحققوا رغبة وغاية جميع الطلبة. بدأت بمدينة سيئون أعمال جلسات مؤتمر التعليمي الطبي باليمن الذي تنفذه مجموعة أصدقاء الصحة باليمن المقيمين ببريطانيا بالتنسيق مع إدارة مكتب الصحة العامة بوادي وصحراء حضرموت. وقال استشاري أمراض الدم أسامة السقاف أن الجلسة ستركز على التعليم الطبي وأنواع التعليم وكيف تصبح معلم طبي من خلال جملة من البرامج وتطبيقها في الحياة العملية اليومية لتأهيل الأطباء. وشارك في الجلسات 35 طبيبا وطبيبة من الأطباء والمختصين من المرافق الصحية والتخصصية الخاصة بوادي حضرموت. وكما يهدف المؤتمر إلى تنمية مهارات وقدرات الأطباء. نظمت مؤسسة حضرموت لمكافحة سرطان أمل أسبوع الحملة الخليجية للتوعية بمرض سرطان بشراكة مع فريق كفا الصحي.
وتستمر الحملة على مدى أسبوع تحت رعاية محافظ حضرموت. ويشمل برنامج الحملة على التوعية الصحية للمواطنين عن خطر مرض السرطان على حياتهم والأسباب المؤدية إليه وكيفية الحماية أو الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي للنساء، إلى جانب توفير مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان عيادة لمساعدة المدمنين على التدخين بالإقلاع عنه. رياضيا، استطاع فريق وحدة تريم أن يفوز بهدفين في مباراة المرحلة الثالثة من بطولة اتحاد كرة القدم بوادي وصحراء حضرموت أمام نظيره شباب الهجرين على أرضية ملعب الشهيد جواسة، حيث تمكن فريق شباب وحدة تريم أن يحرز هدفين في الشوط الثاني تؤهله إلى الفوز بعد أن سجل شباب الهجرين هدف في الشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز شباب وحدة تريم بهدفين مقابل هدف. وبتلك النتيجة تأهل الوحدة إلى الدور الرابع من البطولة، بينما غادر فريق شباب الهجرين البطولة بعد حصوله على الخسارة الثانية في البطولة. انطلقت على ملعب الفقيد برادم بالمكلا مباريات دوري المجلس الانتقالي وبتنظيم من قبل اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت تحت شعار الجنوب يجمعنا. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. برعاية قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وبتنظيم من اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت وتحت شعار الجنوب يجمعنا، تتواصل على ملعب الفقيد برادم بالمكلا مباريات دوري المجلس الانتقالي والذي يأتي هذا الدوري ضمن الفعاليات المصاحبة لاحتضان مدينة المكلا للدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي مباراة عصر اليوم الأحد التي جمعت فريقي نادي التضامن وشباب روكب انتهت بفوز الأزرق بهدفين دون رد، وأنهى التضامن الذي خاض المواجهة بالفريق الرديف مع وجود عنصرين من الفريق الأول تحت قيادة المدرب أحمد بن فليس اليزيدي الشوط الأول متقدما بهدفين وهي نتيجة اللقاء. وسجل الهدف الأول من تسديدة زاحفة وجانبية في داخل المنطقة من أقدام اللاعب علي بن سلمان في الدقيقة 15. وفيما جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء إثر عرقلة للمهاجم التضامني داخل منطقة الجزاء، نفذ اللاعب عبد الله عمر باوزير بنجاح في شباك الحارس الركوبي عبد الله القاقة في الدقيقة 25. خلال الشوط الأول تميز فريق لاعب شباب روكب بالسرعة والانطلاقة والتحركات، لكنهم يفقدون إلى عدم التركيز، مع ذلك حاولوا في عدة مرات للوصول إلى مرمى الأزرق. أما الشوط الثاني واجه الروكبيون صلابة دفاعية رغم تحسن الأداء فنيا، فصاروا يتقدمون بحماس لاعبيهم نحو أمام من أجل الوصول للتعادل أو على الأقل تقليص الفارق، وكاد هذا أن يحدث في الدقائق الأخيرة من المباراة إلا أن القائم والعارضة منع دخول الكرة. أما الأزرق الذي ظل متماسكا بدفاعه فأصبح يلعب على الكرات المرتدة في بعض الأحيان، وتارة يستحوذ أكثر على الكرة من أجل امتصاص حماس منافسيه في مجريات اللعب لتنتهي المباراة بهدفي الشوط الأول. أدار المباراة عبد الرقيب السيد مولى الدويلة في الساحة بمعاونة محمود العمقي وسعيد التميمي ورابعا محمد سعيد بنصر ومراقبا الكابتن محمد صالح بكران ومقيما للحكام عادل سالم وتواجدا من اتحاد الطب الرياضي عارف عيضة. ويلتقي عصر الاثنين فريقا نادي المكلا مع أهل الغيل في قمة كروية تاريخية بين الناديين على ملعب الفقيد براد بالمكلا، وفيما يلتقي فريق نادي النهضة من غيل بن يومين في أول مباراة له مع فريق نادي وحدة شحير الذي فاز على جاره شباب القارة في افتتاح المسابقة بثلاثية مقابل هدف عصر الثلاثاء. وفيما يتواجه عصر الأربعاء فريقا وحدة المكلا مع نادي التضامن. هذا وانسحب فريق نادي اتحاد الشبيبة من المسابقة لظروف صعبة يمر بها النادي الذي كان من المقرر أن يلعب عصر الأحد مباراته أمام فريق نادي سمعون الشحر على ملعب الفقيد الشاحد، وعلى أن تختتم هذه المواجهات في يوم 18 من شهر فبراير
الجاري. وكان فريق نادي وحدة شحير قد حقق فوزا مستحقا على حساب فريق نادي شباب القارة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل الوحدة إلى الدور المقبل فيما يودع الشباب المسابقة التفاعلية. وظهر الوحدة من بداية الشوط الأول برغبة نحو تحقيق الفوز والتسجيل من خلال شن العديد من الهجمات وتبادل الكرات من العمق إلى الأطراف لتترجم ذلك عن تسجيل ثلاثة أهداف جاء من اللاعب أحمد سعيد كريدة في الدقيقة السابعة وأتبعه زميله اللاعب عبد الله صالح بن وبر الثاني بالدقيقة 25 والثالث للاعب أحمد سعيد الشعملي قبيل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق. هذا وشهدت انطلاقة الدوري حضورا لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ممثلة بالدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر ورئيس اتحاد كرة القدم بالساحل درويش عبد الله السويد والخبير الكروي الكابتن عمر بشامي وأعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء اتحاد الكرة والقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية مدينة المكلا وجمع من الشخصيات الرياضية. وأدار مباراة وحدة شحير وشباب القارة في الساحة محمد فؤاد بسماعيل وساعده كل من طارق فرج بن همام وعمر محمد باوزير ورابعا عمر مبروك مرعي ومراقبا الكابتن فادي محمد باخريبا ومقيما للحكام أحمد صالح بمهري وتواجد من اتحاد الطب الرياضي الكابتن محمد كرامة عبد عقب عودته من جمهورية مصر العربية. لقناة المكلا فادي حقان. بهذا التقرير الرياضي مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظو حضرموت يرعى اتفاقية لتنفيذ مشروع نظافة شوارع وأحياء مدينة المكلا. تدشين الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بمديريات محافظة حضرموت. انطلاق مباريات دوري المجلس الانتقالي لكرة القدم لأندية ساحل حضرموت. السيدات والسادة قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.